يقول السائل: لقد أتيت لقضاء العمرة مع والدتي، فأردت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، إلا أن أحد الإخوة قال لي: الأفضل أن تبقى إلى جانب أمك لخدمتها، علما أن والدتي يمكنها قضاء حوائجها بنفسها وهي راضية بذلك، وهل يجوز الالتقاء بها كل يوم في الحرم للإطمئنان عليها؟ استأذن منها، استأذن ما دامت أنها تخدم نفسها وهي مستغنية عنك الحمد لله، لكن استأذن منها وأخبرها أنك تريد الاعتكاف، فإذا أذنت لك الحمد لله اعتكف. وأما زيارتها وهي تعذرك لأنك معتكف، ولا المعتكف لا يزور قريبا ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة، لأن ما هو فيه أفضل من تلك الأعمال، فيبقى في معتكفه. وبإمكانك أن تتصل بها بالتلفون أو بآلة الاتصال وتسأل عنها وتسلم عليها، اليوم تيسرت الأمور ولله الحمد بوسائل الاتصال، تلفونات أو الجوالات. نعم.